السلام عليكم ورحمة الله. رمضان مبارك إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير. هل جربتم حساء البازلاء الجلبانة، يعني كما نقولها في الجزائر، بالأفوكادو؟ صراحة حساء لذيذ جدا وصحي ومفيد للجسم لأنه مغذي. تعالوا نشوفوا كيف نعمل، يعني تعالوا مع بعض. المقادير هي كالتالي: عندنا 250 غرام بازلاء، عندنا زبدة، ليمون، بصل، خل بنكهة المانجو، مرق الدجاج، ثوم، أفوكادو، وأخيرا شطة السوشي، الشطة اليابانية، والجمبري. نبدأ أولا بتقطيع البصل إلى شرائح. نضع الزبدة، لا نقلي البصل وإنما نعطيه فقط لون الزبدة، لا نريده أن يتقلى ويأخذ لون أحمر، لا، نريده أن يتشبع بالزبدة فقط. نضع الجلبان، أنا أحب البازلاء الجلبان مثلج. ليش؟ لأنه يحتفظ بلونه الأخضر، يكون اللون الأخضر قاتم أكثر مش فاتح. مرق الدجاج أو مرق الخضروات إذا عندك. نضع الأفوكادو في الخلاط مع الجمبري كريفات، خل المانجو، الليمون، ربع ملعقة من الشطة اليابانية، يعطينا هذا القوام. نضعه في الثلاجة يبرد حتى يجمد شوية. بعد ما أصبحت الصوصة جاهزة، الآن نطحنها بالمكنسة.